أكثر من 40 ضحية بين جديدة والمحمدية كيتربص بهم الجاني، كيسلبهم الممتلكات ديالهم وكيغتصبهم بوحشية وتيغادر مسرح الجريمة بلا ما يخلي أي أثر. يعني هو كان خياط. ثاني واحد هز عليا جنوية هنا، سلب منها 100 درهم وعرضها للاغتصاب. منين جا النساء المجرم اللي روع الساكنة في جديدة والمحمدية لأكثر من 6 أشهر؟ مسرح الجريمة يأتيكم هذا المساء عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تيفي.